نكون دكاترة وكل حاجة، بس في حاجات دلوقتي جدد متطورة ولسه وأحسن. بعد 4 سنين حلو. كمان. يكتشف نفسه إزاي؟ يكتشف الجزئية التانية بقى، خلاص كده قدامك يا ابن سوق العمل، خلي عينيك. تمام. الحاجة التانية بقى، حدد هدفك واكتشف ذاتك قبل ما تكتب. طب أنا مش حابب التكنولوجيا، أقول لا خش سوق العمل عشان لازم تشتغل بعد. طب هو مش حابب، يا إما هيئه يحب الحاجة ديت. أجمل حاجة يا داليا إن إحنا نعمل حاجة أو ندرس حاجة أو نشتغل حاجة إحنا بنحبها. إحنا بنحبها. لو مش بحبها أحاول أكتشف في نفسي حاجات. في كده مجموعة أسئلة إحنا بنحطها الناس تجاوب عليها، نكتشف شخصيته. حلو. بمنتهى البساطة جدا عشان ما نقعدش نتوه الناس معانا. شوف أنت بتحب تعمل إيه في أوقات فراغك، بتحب تعمل إيه؟ أنا بحب أفكك الآلات ديت، أبقى أنا ممكن أنفع في كلية هندسة والتفكيك. أنا بحب أكتب حاجة، يبقى أخش حاجة ليها علاقة بصناعة المحتوى وبالأداب بس بالشكل الجديد بقى. أنا بحب ألعب، أنا بحب أطبخ، أنا بحب أفصل ملابس، أنا بحب أنا بحب أنا بحب. كل واحد فينا بيحب حاجة. لازم نشتغل على حتة الحب ديت ونكتشف ذاتنا. يا أبنائنا اكتشفوا ذاتكم، اكتشفوا أهدافكم من خلال الحاجة اللي بتحبوها، الحاجة اللي بتعملوها. وابدأ شوف نفسك فين. ما تقولش لا أنا لازم أجيب أخش كلية كذا عشان مجموعي. ما تقولش أنا لازم أخش كلية كذا عشان سوق عمل. احنا قلنا لو الثلاثة اجتمعوا مع بعض هيبقى ده القوة اللي احنا مستنيينها في المستقبل إن شاء الله. سوق عمل مع واحد بيحدد أهدافه وبيحب حاجة. وأبسط حاجة قلنا إيه؟ يشوف هو بيحب يعمل إيه في أوقات فراغه. في واحد بيحب طول ما هو قاعد مثلا يتكلم، متحدث جيد، ده ينفع في كليات إعلام. لكن ما جيش واحد خجول بطبعه ومش بيحب يقابل الناس وبيبعد عن الناس، بابا يقول له تعالى خش كلية إعلام، تعالى خش كلية فيها اتصال، ايه ده؟ طب ما كده هيفشل، صح كده؟ ما يجيش واحد ما بيحبش الفيزياء والكيمياء قول له خش كلية علوم، ما هو هيفشل. إذن اكتشف ذاتي بمساعدة الأب والأم وبمساعدة أي جامعة لو ما عنده مشكلة. لو مش عارف يكتشف ذاته في أماكن في مصر هنا بسيطة جدا جدا يقدر بتكتشف. إن هو يكتشف نفسه. جامعة عين شمس، جامعة القاهرة، في أماكن كتيرة جدا. خلاص كده، المهم إن هم يدوروا قدر الإمكان ويحاولوا يدخلوا الكلية اللي فعلا هينجحوا فيها، مش يحاولوا يدخلوا الكلية اللي التيار ماشي فيها، لأن دلوقتي ده غلط جدا. مجموعه مش مجموعه طالب كده. إذا سوق عمل. أنا بحب إيه الحاجة التالتة عشان الوقت لو الوقت بالنسبة لك خلاص ولا خلاص حاجة. إحنا خلاص آخر يعني. الحاجة التالتة أنا قوتي ايه؟ قوتي فين؟ انا الحاجه اللي انا متميز فيها العب عليها. لو ما عنديش حاجه انا متميز فيها احاول اخلق لنفسي ميزه تنافسيه. يعني ميزه تنافسيه يعني اتميز عن البنت اللي جنبيه، اتميز عن الولد اللي جنبيه. يبقى عنده دايما طول الوقت منافسه ويوصل منافسة لهدف. حاجه اقوى بيها. الثلاثه لو اجتمعوا مع بعض هنطلع خريج مش هيقعد في البيت جداً. مش هيحط الشهاده على الحيطه، هينجح ان شاء الله. كل التوفيق لابنائنا دايما. اكيد كلهم هينجحوا في الاول وفي الاخر، كلهم هيوصلوا. واي حد جاي مجموع يا دالي هيخش كليه ان شاء الله السنه دي، إن شاء الله. لان في جامعات جديده، في كليات جديده. اهم حاجه بس قبل ما نكتب في 30 ثانيه خلي عندك وعي بايه اللي بيحصل. خلي عندك لازم وعي ان في 10 جامعات تكنولوجيا افتتحوهم في مصر السته السنه دي واربعه السنه اللي فاتت. في جامعات جديده، في كليات جديده. يدوروا على كل حاجه جديده، وقعد شويه وشوف في تخصصات جديده، في مسائل جديده، ما تبخلش على نفسك بالمعلومه. شكرا جزيلا لك. مشكوره جدا يا فندم، وشكرا لحضرتك. للاسف وقت فقرتنا ضيق، بس حاولنا قدر الامكان نقول لكم على شوية. نقاط مهمه وانتم بتختاروا الكليه. ان شاء الله كل التوفيق.